الآن وصلنا لمطار وجدة أنقل، نمشي نشوفوا ديك الطيارة واش عاد كتسنى لها ولا مشات. السلام عليكم، مرحبا بكم في فلوق جديد. كاين شوية الريح ربما ما تسمعونيش مزيان، ودائما كما العادة مع حبيبة الملايين يعني صديقة ديال الناس اللي كيبغيو يختصدو. حنا الآن في الأيروبور ديال وجدة أنقل، غنشدو الطريق إن شاء الله نتلاقاو في مارسي. اخيرا وصلنا الى مارسي افيك ان باكري كونديكتور ميسيو ايفي. فوالا، ميرسي، ميرسي بوكو، بليزير. ميرسي. جيت في بلا بلا كار من اورانج لهنا لمارسي، غنحاول باش نوريكم الدراري اللي كيجيو هنا يبغيو يتبعوا بلا بلا كار. هي نورمالمون باش غادي نجي ب 18 حتى ل 20 اورو، جيت فقط ب 8 اورو. ندخل المحطة ديال المترو، يلا غادي نقول بسم الله في هاد مارسي هادي. بزاف كيسولوني من كتجي لاوروبا كي كدير التحرك وكيفاش كتخدم الجي بي اس ديالك. غادي نحاولوا هاد الفلوغ هذا ان شاء الله باش تستافدوا اكثر منه، ونوريكم حتى الجي بي اس كي كندير نشير شي فيها باش نمشيو نتحركوا لشي بلاصه. مثلا ندير جي بي اس ما لقيت حتى شي ويفي تما، مشيت باش نشري لايكاز ديك اليوم الحد باش نقرب تقريبا. تبيها بغيت تمشى شويه لكن دوماج شدتني شويه شتا على الطريق. يلا تبعنا الحدس ديالنا وصدقت جي بي اس ديال العقل ديالنا خدامه. راني غادي دابا راك السونتر فيل ان شاء الله، حتى كتبان لي ديك نوت خدام اللي معروفه بها مدينه مارسي. في الطريق كما كتشوفوا راني ضارب كاع الطريق هادي ابي، شحال من واحد اللي يقول كيقتصد ولا شي لعبه. انا طبيعي كنبغي نتمشى نكتشف المدينه على رجلي اكثر. مازال تلف شويه، تلاحقت مع الشتاء هنايا شدتني الشتاء. وما عرفنا هذا الفلوك هادي يطلع ان شاء الله، ولكن نتمناو خير، نحاولوا باش نوصلوا بعدا نستغلوا بروفيتيو شويه. حنا واقف في واحد البلاصه الان سميتها جورجوري. حنا غاديين شي بلايص اللي زعما معروفه بهم مدينه مارسي بزاف، واللي شفتهم ديجا في التصاور عجبوني بزاف. هنا كاين الاشغال وهما استغلوا هاد الحدايد اللي كاينين هنايا باش بقاو كيديروا فيهم داك الفن ديالهم. كنت متبع واحد الطريق وغلطت فيها، صدقت مزرف غادي بعد عليها، وراني طارق داك الديسك ديالها. لاي 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 لاي. الان غادي نفوتوا لواحد الحي شعبي هنا في مدينه مارسي باش نقلبوا على شي سيبر باش نبريميو البي ديال الطياره ديالنا وبها نشوفوا شنو فيه. هادشي باش مزيانين الاحياء الشعبيه هنا في فرنسا اللي كيكونوا فيهم العرب بزاف. قبيله وانا كنقلب في السونتر ديال المدينه مشيت لك ورا على فين امبريمي البيه ديال الطياره. راني دخلت للسيبر، جلست نص ساعه امبريميت البيه ديالي وقضيت شي حوايج وانا خارج. السيبر كيجلسوا 50 سنت لنص ساعه، 5 درهم ديالنا. لازلنا في الحي الشعبي، انا بالي العرب كاينين بزاف. هذا هنا شي سويقه ديال الخضر، هادشي باش يعجبوك. اليوم الحد كلشي مطرق في سونتر فيل، بصح حنايا الحمد لله اللي بغيت تقضى شي حاجه كاينه. هذا هو المارشي ديالهم هنا في مارسي. عجبتني واحد البلاكه شفتها مكتوبه عليها، مكتوب فيها روبا غراتوي، يعني الناس اللي مصايمين يفطروا باطل في شي قنت هنايا ما عرفتش شنو. هتقول راك بركان في طحطاحه. البلايص اللي باغي نمشيو لهم هما هادو، غادي نحاولو نوصلوهم. الآن وصلنا للوجه المضيء ديال مدينة مارسي كما كتشوفو. هادي هي حنا كنقولو لها التحريجة، مزيان غير كنقولو لها الزعلولة. قبيلة وأنا في شي أحياء كتحس راسك في البلاد، يلا كنحس براسي راني في أوروبا. هذا ما أتيني من أجله. وراتنا الخصم فولا اللي صايم لا اللي مصايم. صراحه كنت كنشوف لي فيديو ديال الدراري والتصاور في اليوتيوب ديال مارسي، كنقول مزيانه يعني عاديه بالنسبه ليا حيت شفت بلايص اخرى، ولكن الان من جد كتبان لك افضل من انك تشوفها عند شي واحد اخر. ما عرفتش انا واش تبان لكم مزيانه من تشوفوها عندي. المهم عطيتكم نصيحه، انا واحد الديكور اللي واعر بزاف. تفضلني انا نحاول نزومي عليا. Thank you.
ذكر واردة إلي مو معي باش تفهم إلي فهمت وش هذا كيبانوا لكم الناس راهم يتمشوا الفوق وانا تحت طبعا مش السائح الوحيد كما ديما هذا عامر راه مسموح بالكلب بالرملة كيبانوا واعر شي ابداع هذا بينا فيه هندي هذا قلت حقيقة وراه بالرملة هذا الشيء كتشوف راه مازال خدام فيه جو جميل بزاف هنايا هذه اخات اللي كتشوفوا فيه هنايا حنا راه في مدينه بركان عندنا في مارينا دايره بحال هكا تقريبا تقريبا وكحل الراس صح ما سخيتش نمشي بهذه اللعبه هذه عجبتني الصراحه هذه ديال تشوف راسك الفوق واعر العسكر كاينين هنايا في الدوار داك البيس هذاك هو اللي مشينا له في مدينة أمستردام اللي عقلتو عليه وفي ميلانو صراحة هذاك من كتكون شي مدينة اللي ما فاهم فيها والو وتجيك ترونسبور غالي كتشدو باش كتختصر كاين بزاف شركات بحال هادوك كيكون رخيص كتلقى كتربح ترونسبور وتربح الوقت وتربح انك تشوف اماكن انا كاع الحوايج اللي كيبداو بحرف الميم زوينين مطار مارسي المريامات ولو عارف فيهم منوليش البلاصه هذه ما تسخاش تحرك منها صراحه فيها واحد الجو كيخليك تبغي تبقى فيها كاين هذا المارفي هذا فيه السلعه هنا خصنا بلا ما يبدي يبرح 10 يورو تريكو 10 يورو 10 يورو وعامل بزاف من علي فكر غادي تعطونا شي بلاصه هنا حتى حنا نديرو شي فراش نجيبو غير فلوس الروتور ولا والو هذا كيبيع الشيلان مجوهرات دي سوفونير طبعا انا ما غادي نشري والو حيت مقطع الروتور طويل سون باجاج داكشي غالي واخا هكا خوت داكشي غالي صراحة شحال داير 13 اورو في المغرب 20 درهم راه ما طمرش في الشيلان كاين هاد الترانات الصغار ديال السياح كيركبو فيهم ب 8 اورو باش يديرو بيك دورة خفيفة شحال واحد حسب لو راهم مرميين ولا شي واحد حاطهم هادو راهم كاينين بيبليك فين مشيت كدير لابليكاسيون ديالهم كتحلك وكتمشي بها فيما وصلت فوق ما ساليت بها ارميها في اي قنت في المدينه كما كانت تا اخونا مركب عليها بنادم كاع الشواب هنا هما من ما يلقاو ما يدار كيجيو هنا يريحو تا هما دوك اللي بغاو يجيبو المغرب غير هادو ما كيجيبوش المغرب كيجيبو مانا لازلنا مستمرون لحد ما كملش الباتري ديال الكاميرا ولا تعمرت كارت ميموارها حنا مع واحد شويه نطلعوا لها على ديك البلاصه هذيك نشوفوا شنو كانت تما يمكن تبان مارسي من الفوق لازلنا في البور ديال مارسي جينا لهاد الموزيم هذا متحف كاين هاد الباطو هذا الناس راه مناشطين تما بحال الجو واعر الناس هنا تكيف ديك البلاصة اللي شفناها من تحت منيها وريتها لكم هانا طلعنا لها الآن أو المتحف اللي كنا فيه من تحت أوه نظرة واعرة كيبان البور كامل من داكشي اللي فيه راح تعرفوا باللي راح الدروج بدا طريق باش تطلع لهاد البلاصة هادي أخوكم شوية عيان لا هو البور هذه الكنيسة يلا تمر علينا داك المتحف اللي ليها قدامو عاوتاني هاد المتحف سميتو لو تومب دو ليل في داكشي ديال البحار اي حاجة كتخص البحار عندو ديزاين واعر من برا هاد البلاصة هادي سميتها اسبلاناد دو جون باول ولا كيقولو المهم معلمة اخرى من المعالم ديال مارسي تقريبا كاع الكنائس الكبار هنايا اللي عندهم داير لهم نفس التخطيط نفس الديزاين بحال هذا اللي كتشوفو هنا
بي اس اللي كانوا كيسولوني راه راني دروك درت واحد الويفي تلاقيته هنايا. تدخلوا لابليكاسيون ديال المابس صافي كتحددوا البوزيسيون ديالكم فين راها. ها هي اللي تعطيني فين راني اكزاكت. راني فواحد البلاصه سميتها لا دوم وغادي نشوفوا فين بغينا نمشيو. صافي كنديروا الريسيرش كديروا البلاصه اللي بغيتو تمشيو لها بالعربيه ولا بالفرنسي. ها هو انا مثلا راني دروك في مارسي فهاد البلاصه غادي نكتب مثلا مسجد وغادي يعطيني اقرب مسجد كاين. وكيعطيك الترونسبور اللي ممكن كاع تمشي فيه ولا تمشي على الطوموبيل. يقول لك شحال غادي دير نديرو على الرجلين. هذا سميتو مسجد السنة الكبير او عطاني 24 دقيقة ماشي بزاف. انا ماش ندير كاع 24 دقيقة ويلاه فيه كيلومتر وشي حاجة خفيفة. صافي نبقى متبع جي بي اس كما قلنا لكم دائما نستعملو جي بي اس باش ما تلفوش. ممكن هذا مثال وصافي بالنسبه للناس اللي كيسولوني. وبحال لي زوطيل ملي كننزلوا بشي مطار ولا بشي لاكار ديال بيس ولا كيما درنا مسجد كنديروا السميه ديال لوطيل وكنتبعوه كيدينا حتى تما. بغيتو تشدوا ترونسبور كتشدوا ترونسبور وبغيتو تشدوا ترونسبور كتمشيو ابي الا كان شويه قريب. شحال واحد فيكم غادي يشوف هذا وغادي يحسب له رانا في باريس ولا هادي شونزيليزي. هادي قوس النصر ديال مارسي فوتوكوبي تقريبا ديال قوس النصر ديال شونزيليزي فوتوكوبي بكلشي تقريبا. يعني كنحطو الصورة هكا نوريها لكم ما غاديش تفرقوا بينها وبين شونزيليزي. كما كتلاحظوا ما كاينش شي فرق من غير واحد النار كتكون هنايا في باريس في الوسط وكاين دوك لي زيسكالي باش كيطلعوا للفوق كما طلعنا في الفلوق ديال باريس.